السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيكون عن طريقة تفصيل فستان أطفال للعيد. فستان بسيط ممكن يكون مناسب للكريسماس، للأعياد والخروجات وأعياد الميلاد. غيري في ألوان التول اللي من تحت دي حسب رغبتك، ممكن تستعملي لونين. أنا هعمل من بواقي قماش كانت عندي. تقدري تستعملي من بواقي قماش أو إعادة تدوير لأي حاجة قديمة من عندك. جبت القماش طبقته بالشكل ده على شكل مستطيل، سبت 2 سنتي من الجهة دي للسوستة. بعد كده هدخل من بعد الاتنين سنتي دول 5 سنتي داخلة الرقبة، وهنزل من اخر الكتف 1.5 سنتي، واخد الكتف 7.5 سنتي الشامل الخياطات، وانزل للجيرو حوالي 12 سنتي. بعدين هتاخدي ربع دوران الصدر 13 سنتي، وهتنزلي حوالي 15 سنتي تاخدي ربع دوران الوسط 12.5 سنتي، وتنزلي برضو 15 سنتي وتاخدي ربع دوران الهانش 15 سنتي، وبعدين تاخدي الديل وسع الديل بتاع الفيستا او الفستان الربع 17 سنتي، وبعدين توصلي خط الجنب. الفستان هيكون لعمر 3 سنوات، ومن اخر ديل الفستان هطلع 1.5 سنتي لفوق وعدل خط ديل الفستان او نهاية الفستان. بعد كده برسم الجيرو او حردة الابط زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هطلع زيادات من بعد خط خياطة الجنب 5 سنتي او 4 سنتي حسب رغبتك، علشان يكون في وسع في حالة الاحتياج للتوسيع، وعلشان الفستان ينفع البنوتة لاطول وقت ممكن. لو أول مرة تتابعينا طبعا يسعدني اشتراكك معنا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو مهتمة بتفصيل فساتين الأطفال تابع قائمة تشغيل فساتين الأطفال، هتستفيدي جدا إن شاء الله من كل اللي فيها. بعد كده هنزل عمق رقبة الخلف 3 سنتي بالشكل ده وارسم ربع دايرة. بعد كده هقص الخلف بعد ما رسمت الباترون بتاعه. بعد كده جبت باقي القماش اللي فاضل معايا وطبقته مستطيل بالشكل ده. بعد كده جبت باترون الخلف اللي انا قصيته وطلعت الاتنين سنتي اللي انا كنت سايباهم للسوستة لبرة، وقصيت على بقية الباترون نفس المقاسات. وهعدل في باترون الامام، هنزل عمق رقبة الامام 5 سنتي بالشكل ده، وهدخل من عند الجيرو 1 سنتي من الجهة دي، يعني هنزل من مفيش على 1 سنتي على مفيش. وبعد كده بقص الاجزاء دي. طبعا تقدري تعدلي في المقاسات والطول حسب مقاسات البنوتة. وبكده نكون قصينا الامام والخلف للفستان. بعد كده هجيب جزء من القماش اطبقه نصين، النص هيكون 13 سنتي، وبعدين هاخد خط في النص كده وارسم الكم. طول الكم الاساسي هيكون 25 سنتي. بعد كده هطلع 6 سنتي فوق طول الكم الاساسي زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بعدل الكم من فوق علشان هعمل زي كم مرتفع بكشكشة بسيطة من فوق. بعد كده هاخد نص دوران الاسورة 8 سنتي، ونص دوران الذراع 12 سنتي، واخد خط خياطة الكم والزيادة على قد الموجود معايا في القماش. وبعد كده هبدأ اقص نص الكم بالشكل ده واجيبه على النص التاني، اطبقه على النص التاني واكمل قص الكم. وكده نكون قصينا الكم، هيكون كم مرتفع بكشكشة من فوق. بعد كده جبت قطع من التل مستطيلة كانت عندي بعرض 13 سنتي، هتعرفي هعمل بيها ايه بعد كده. دلوقتي هندخل على مرحلة التقفيل. هقفل خط الظهر زي ما انتوا شايفين كده على المكنة. بعد كده هجيب السوستة، هي سوستة عادية مش سوستة سحرية، اللي ما كانش عندي سوستة سحرية وقتها، فركبت السوستة العادية بالشكل ده. انا طبعا شرحت السوستة السحرية كتير قبل كده. هتحط السوستة الوش بتاعها لفوق تمام، وفوقيها ظهر الفستان في المنتصف بالظبط، الخط خياطة المنتصف بالظبط فوقيها تمام، وتبدأي تخيطي بالشكل ده، بتمشي جنب عظم السوستة بالشكل ده او جنب السنون يعني زي ما انت شايفة كده. لو عندك سوستة سحرية تقدر تركب السوستة السحرية، وانا شرحتها كتير قبل كده بتركب السوستة السحرية ازاي بدواسة المكنة العادية بدون دواسة مخصوص للسوستة السحرية. بعد كده بقفل بالعرض وبرجع على الجزء التاني من السوستة الجهة التانية، وبخيط جنب السنون زي ما انت شايفة كده.
بعد كده هفتح خط خياطة الظهر لحد الجزء اللي أنا مقفلة فيه السوستة، تمام بالشكل ده. وبفتح السوستة زي ما انتم شايفين كده، وبقفل خياطة عند الجزء اللي من فوق ده، بأكد الخياطة عند الجزء اللي من فوق. وكده احنا ركبنا السوستة العادية بالشكل اللي انتم شفتوه ده، تقدري تبدليها بالسوستة السحرية زي ما قلنا حسب رغبتك. بعد كده بتكوي كل حاجة أول بأول زي ما قلنا. بعد كده جبت الأمام حطيته على الخلف، هقفل خياطة من عند خطين الكتف وخطين الجنب على المكنة، تمام. ولأن السوستة طويلة لازم أقفل خياطة كده من الجهة اللي هي آخر حتة حاسبها في السوستة، وبعد كده بقص زيادة. بعد كده بتني ديل الفستان تانيتين في قلب بعض على المكنة بالشكل ده، تانيتين في قلب بعض. بعد كده ركبت الكم، هقولك ازاي ركبت الكم في الجهة التانية. كم مرتفع بكشكشة من فوق، الكم المرتفع زي ما احنا عملناه بالشكل ده. هنبدأ نعمل زي كسرات كده بسيطة في الجزء الأعلى من الكم زي ما انتوا شايفين كده، من الجهة دي ومن الجهة التانية المقابلة ليها، تمام. انت بتتحكمي في عدد الكسرات طبعا حسب المقاس المتاح معاكي. وبعد كده بتاخديها على المكنه وتخيطيها الكسرات دي زي ما انت شايفه كده. وبعد ما عملنا كسرات في اعلى الكم، هنبدا نقفل الكم على المكنه بالشكل ده. هسيب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله كل حسابتنا على السوشيال ميديا. طبعا يسعدنا متابعتكم، لو في اي استفسار سيبي كومنت او ابعت رسالة على اي حساب فيهم وان شاء الله هحاول اساعدك. بعد كده هتني الاسورة تانيتين في قلب بعض، واخدها على المكنة وخيطها. وبعد ما قفلت الكم وتنيت الاسورة، هحدد بالمارك كده علامة في منتصف امام الكم، واركب الكم في الفستان بالشكل ده. العلامة بتاعت منتصف امام الكم هتكون مقابلة لخط خياطة الكتف، واثبت بالدبابيس بالشكل ده. وخط خياطة الكم هيكون مقابل خط خياطة الجنب في الفستان، واثبت بالدبابيس. طبعا بتفردي الزيادات سواء في الكم او في الفستان. بعد كده بتكملي تثبيت الكم في الفستان من عند الجيرو بالشكل ده، دوران حردة الإبط. بعد كده بتاخديها على المكنة وتخيطي. احنا كده خيطنا الكم اهو زي ما انت شايفة كده. بعد ما خيطنا الكم هنبدأ نعمل الآتي في ديل الفستان. هطلع من تحت لفوق كده 6 سنتي، وحدد علامات بالمارك، وبعد كده باخد خط بالعرض زي ما انت شايفة كده. وهطلع 6 سنتي من فوق الخط ده تاني، وحدد علامات بالمارك، واخد خط بالعرض علشان هبدأ اركب فيهم التول اللي انا حطيته في الديل بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ده شريط التول العريض اللي هو عرضه 13 سنتي. هبدأ اكشكشه من المنتصف كده على المكنة الاول، وهيتخيط عند الخطوط اللي انا حددتها زي ما انتوا شايفين كده في المنتصف، النص من فوق والنص من تحت. الاول زي ما انتوا شايفين هبدا اكشكش الشريط اللي هو عرضه 13 سنتي من المنتصف على المكنه بالشكل ده. ده شكله بعد ما اتكشكش زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا نركبه على الفستان بالشكل ده. خط الكشكشة اللي في النص ده هيتركب على الخط اللي انا رسمته بالماركة زي ما انتوا شايفين كده على المكنة. وده شكله بعد ما تخيط على الفستان. هجيب الشريط التاني وكشكشه برضو بنفس الطريقة، وركبه على الخط التاني اللي انا حددته بالمارك. بعد كده جبت شريط من التل على طبقتين، وعملت كشكشة على المكنة بالشكل ده. مثلا عرضه يكون 4 سنتي او 5 سنتي زي ما انت عايزة، وتبدأي تخيطيه على دوران الرقبة امام وخلف من الامام بالشكل ده.
وبعد ما ركبت الكشكشة التل على دوران الرقبة عملت شريط بيه من التل، نظفت بيه دوران الرقبة. تقدري تعملي شريط بيه او تقدري تعملي سجاف زي ما انت عايزة عشان تنظيف دوران الرقبة امام وخلف. وده كان شكل الفستان النهائي. بعد ما خلصت جبت شريط من الستان الاحمر وعملت وردة في النص كده. فستان اطفال بسيط للاعياد والمناسبات، ما بياخدش قماش كتير، تقدري تعمليه من اعادة تدوير لاي حاجة قديمة عندك او من بواقي قماش عندك. واتمنى يكون الشرح بسيط وسهل بالنسبة لك وتقدري تعمليه بسهولة. مستنية رأيك في الكومنتات وتابع قائمة تشغيل فساتين اطفال. والسلام عليكم ورحمة الله.